هدفين 8 سكسيسيف ناس كل شكت فينا. الحمد لله اليوم ربحنا وحققنا المركز الثاني وماتش ما كانش سهل. ترى تعرف المشاكل في ليتوال اللي قاعده تمر بها بالاخص لي سيكسيون دو سال معناها بريود سي مع الاخر. الحمد لله يا ربي اليوم ربحنا فرحنا الجمهور هذا اللي جاي وقفوا معانا الحمد لله زين بلاس وان شاء الله ان شاء الله نعملوا اكسبلوا بيس ان شاء الله يا ربي. الجمهور يظل هارون اليوم ابرك شويه من الايام السابقه لكن مازال مطالب دعم اكثر. والله خير من اللي كنا الحمد لله اليوم جاي جمهور ان شاء الله الماتش الجاي يزيد معانا اكثر وان شاء الله يا ربي كيما قلت لك معنا قاعدين نتحسن بشويه بشويه والحمد لله تزين بلاس ومازالت عندنا برشا خدمه كبيره تستنى فينا وان شاء الله مازالوا ساقينا في القاعه ونكملوا نخدموا على رواحنا وقدرة ربي لاباس. الحمد لله تربينا فيها جمعيه هذه هشام بالحق وقبلنا بها معناتها في ظروف كيما هكا على غال معناتها واحد ما ينجمش يشد روحه ظروف صعيبه برشا نمروا بها. شوف معناتها الجرينتا والرجوليه نتاع ولاد اليوم عباد بعد الخسائر الثلاثه اللي خسر بهم قاعدوا مع بعضهم برشا حكاوا برشا بعضهم اكثر من اللي خدمنا باسكيت خدمنا مورال فهمني الاولاد تكتلوا مع بعضهم الحمد لله. شوف النتيجه اليوم شوف عباد معناتها من فوق منطقتها تعطي ما تنساش نلعبوا اربعه وسبت دخلت لنا برشا ماتشات روتار مش سهل باش تلقى في سقيك فهمني يعطيهم الصحه برافو نشكر الجمهور اللي جاء اليوم ولبى النداء معناتها كنا نتمنيو باش يكون اكثر عدد لكن بارك الله فيهم جاوا دزوا مع الجمعيه لاخر وقت وان شاء الله ديما نقول ليتوال تمرض ما تفوتش ان شاء الله قدرة ربي اليوم جمهورها وان شاء الله يقفلها ان شاء الله قدرة ربي.